برعاية محافظ صلاح الدين، أقام نادي الضلوعية الرياضي بطولة المحبة والسلام للفرق الشعبية وبمشاركة 14 فريقا، بعد أن تمت إعادة تأهيل الملعب من حيث الأرضية ومنظومة الرش الحديثة. المزيد في تقرير الزميل جاسم الأبو جاسم. برعاية الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين، أقام نادي الضلوعية الرياضي بطولة المحبة والسلام للفرق الشعبية في قضاء الضلوعية والمناطق المحيطة بها وبواقع 14 فريقا وبنظام التسقيط الزوجي. يقيم نادي الضلوعية بطولة الفرق الشعبية برعاية الدكتور المهندس عمار جبر خليل. طبعا الكل يعرف ملعب نادي الضلوعية، والمقر تعرض إلى تخريب أبان احتلال عصابة داعش الإرهابية للجزء الشمالي من قضاء الضلوعية، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهود الدكتور عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين تم تأهيل إعادة تأهيل ملعب نادي الضلوعية الرياضي. والآن احنا إن شاء الله قمنا بهذه البطولة اللي عدد الفرق المشارك بها 14 فريق، تقوم بنظام التسقيط الزوجي، وإن شاء الله تشهد الفترة القادمة عدة نشاطات، يعني النشاطات ما توقف إن شاء الله على أرضية هذا الملعب لدعم الحركة الرياضية ولتنشيط العمل الرياضي داخل القضاء. بطولة تعيد بين الذكريات القديمة بالنسبة لنا احنا كرواد، ونواصل مع الشباب البطولات، ويمكن هاي المرة الأولى احنا كفريق من غير الضلوعية فريق الأحباب راح نشترك في هذه البطولة. لاحظنا من مجريات المباراة اكو يعني لمسة بالنسبة للفرق، شفنا لعب وشفنا لمسات، يعني بداية البطولة احنا بعد ما شاهدنا، يعني هذا اول فريقين بالبطولة، ونتمنى من المنظمين منظمي البطولة الجانب التحكيمي مهم في إنجاح البطولات دائما. الإدارة المحلية للقضاء تتأمل انطلاق بطولات رياضية أخرى ولمختلف الألعاب، لا سيما وأنها نظمت قبل فترة وجيزة بطولة ماراثون الضلوعية، مع مطالبهم بالحصول على دعم من أجل تفعيل النشاطات الرياضية ولمختلف الأعمار. ويعد ملعب الضلوعية الرياضي من بين الملاعب المتميزة بالمحافظة، وذلك لاعتماده على منظومة رش حديثة وأرضية متميزة. بطولة المحبة والسلام المدعومة من قبل محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل، هذه البطولة هي بطولة بكرة الفرق الشعبية لكرة القدم لمنطقة الضلوعية والمناطق المجاورة لها. نأمل أنه تنطلق من هذه البطولة موافقات أخرى لإنجاز مشاريع رياضية أخرى تدعم نادي الضلوعي الرياضي بالملاعب الخماسية أو الملاعب السباعية أو ملاعب كرة الطائرة. طبعا الرياضة هي جانب مهم جدا من الجوانب الخدمية في المنطقة، ونأمل أن نحصل على دعم مركزي أو دعم من الحكومة المحلية للمحافظة يرفد ويساعد ويساند هذه الشريحة المهمة من شرائح الشعب. بداية الموافقة لفرق شعبية ومحلية ما دام اقترن اسمها بالمحبة والسلام. لقناة صلاح الدين الفضائية، جاسم أبو جاسم، الضلوعية.